اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. مثلما تحدثنا في الحلقه السابقه وقلنا ان حديثنا خلال تلك الحلقه وهذه الحلقه سيكون عن احداث اقترنت بالميليشيات. في هذا اليوم سنتحدث، يعني في الحلقه السابقه تحدثنا عن جريمه الميليشيات في محافظه صلاح الدين. اليوم سنتحدث عن يعني حادث آخر جرى في بغداد خلال يومين الثلاثة الماضية، حادث الهجوم الذي شنته الميليشيات، ميليشيات الحشد الشعبي، على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، عبثت به وخربته ثم قامت بحرقه. طبعا هذا واضح، الكثير من المتابعين من المراقبين وجد ان هذا التصرف هو رساله مباشره للجميع، مضمونها التالي: ان الميليشيات هي الحاكم الفعلي للعراق، ولا قوى اعلى منها يمكن ان تتصرف، ولا مسموح لاي قوى ان تتصرف او ان تقول شيئا لا توافق عليه الميليشيات. طبعا حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، هو شريك اساسا، هذا الحزب شريك كل احزاب وقوى العمليه السياسيه منذ عام 2003 لحد الان، قبل ذلك كانوا ما كانوا يقولون عنه المعارضه العراقيه. وكل ما جرى للعراق من عام 2003 لحد الان هذا الحزب شريك فيه وجزء منه وجزء من العمليه السياسيه. وقد جاء هذا التصرف من الميليشيات كما يقولون تنديدا بانتقادات التي وجهها القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الذي كان وزير الخارجية لسنوات في حكومات متعاقبة منذ عام 2003، وكان وزيرا أيضا للمالية. هوشيار زيباري قال أنه يعني تحدث عن أن الميليشيات موجودة في المنطقة الخضراء وفي المطار، وأن هذه الميليشيات التي قامت تهمة بأن هذه اللي قامت بقصف مطار أربيل قبل أيام بصواريخ، وأن هذه الميليشيات خارجة عن سيطرة الدولة، وهي لا يعني لا تنضوي تحت أمر القائد العام، هكذا تحدث، وأنها يعني غير منضبطة أو غير قانونية ومنفلتة. هاي وجهة نظره اللي قالها، وهي حقيقة طبعا. وطالب بإخراج الميليشيات من المنطقة الخضراء ومن المطار ومن الأماكن المهمة، وإذا بالهجوم يحصل على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد التابع لمسعود برزاني، طبعا القائد الكردي. كان طبعا الهجوم كان تحت أنظار ورعاية القوى الأمنية والعسكرية، الكل شاهد الفيديوهات، كل شاهد الصور، القوى الأمنية والقوى العسكرية كانت تصور هذه الأحداث وتقف معهم وتساندهم فيما ولا تقول لهم شيئا. يعني لم نشاهد هذه القوى الأمنية تمنع هؤلاء الناس، تمنع عن شريك في العملية السياسية، عن ممثلين في العملية السياسية، عن شريك مهم في العملية السياسية، تمنع عنه على الأقل هذا المساس بهيبته بالعملية، بهيبة الحكومة. هذه القوى تابعة للحكومة، وهؤلاء يتقصدون حزبا مشاركا في الحكومة وجزء من العملية السياسية التي شكلت الحكومة، فكيف يمكن السكوت؟ سكتوا وكانوا يعني مما أعطى انطباعا واضحا ومؤكدا بأن هذه القوى الأمنية هي مشاركة متواطئة مع هذه الميليشيات، مثل ما حصلت أحداث كثيرة، يعني سلسلة كبيرة من الأحداث. طبعا وسط الدخان هذا المتصاعد من الحرق، كانت الميليشيات تلوح بأعلام الحشد وصور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس اللي انقتلوا يعني بغارة أمريكية في بداية العام الجاري. طبعا ذهبوا أيضا إلى أكثر من هذا، أنه أحرقوا العلم الكردي وصور مسعود برزاني وهوشيار زيباري، وصعدوا على مبنى الحزب ورفعوا علم الحشد الشعبي.
الرئيس الحالي لكردستان العراق نجرفان برزاني اعتبر حرق مقر حزبه في بغداد اعتداء على نضال مشترك ضد الظلم. يعني أنا هذه العبارة وقفت عندها. إذا كان نجرفان برزاني يرى أنهم شركاء ضد الظلم فهو ليعذرني فهو واهم جدا. ما جرى من ظلم خلال 17 سنة الماضية لم يشهد العراق مثله ظلما في أي حقبة من الحقب، وليراجع التاريخ وهو يعرف جيدا، لم يشهد العراق وأهل العراق ظلما وتنكيلا ودمارا مثل ما شهده خلال 17 سنة الماضية. فعن أي شراكة ضد ظلم، وأي ظلم هذا الذي تشاركتم ضده وجاءت 17 سنة لتزيد الناس ظلما وعدوانا وتنكيلا وخرابا والناس تتظاهر بالشوارع منذ 17 سنة ضدكم؟ هذه هي الحقيقة. فالحقيقة النضال المشترك، هذه يعني كلمة أتمنى أن تنتهي، لأنه لا نضال مشترك، النضال المشترك اللي بيناتهم مصالح. مصالح، وهذه العملية السياسية شكلت على أساس المكتسبات، ماذا تكسب، ماذا أكسب، وماذا أعطي، وماذا تعطيني، هذا ومحاصصات طائفية وإثنية، وهذه نتائجها، وهذه تؤدي إلى ذلك. لذلك لا قيم ولا مبادئ ولا توافقات ولا شراكات، ولا هناك أسس لنضال وطني. هذه كذبة كبيرة، وعلى الجميع أن يعي ذلك وهم يعونه. المستغرب أيضا أن بعض السياسيين الكرد بعد أن شاهدوا ما تعرض له يعني مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني راحوا يقولون أن يعني أن يعني ثقافة الحرق والسحل ما زالت موجودة. يعني وهل شهد العراق حرقا إلا في هذه 17 سنة؟ يعني يتحدث عن تاريخ كامل. هل شهد العراق حرائق مثل ما شهده منذ 2003 لحد الآن؟ هذه السياسة، هذه ثقافة الحرق اللي جاءت بها الميليشيات ودفعت الناس إلى أن تحرق حتى مقرات الميليشيات، لأنها هي التي بدأت بحرق بيوت الناس وحرق الممتلكات وحرق الناس أحياء. هذه هي الثقافة. الآن هناك من يرى أن هذه الثقافة ما زالت موجودة بهذه الحادثة. لا، هذه الحادثة ليست إلا حادثة واحدة من سلسلة من ملايين الحوادث، كلها حرق وتنكيل وسحل وقتل ودماء. هذه الحقيقة. مثير أيضا في نهاية هذه الحلقة أن الكاظمي رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي أيضا في تغريدة له قال فيها أن الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني مرفوض. وبعد ذلك يعني إذا مرفوض ولن نسمح به، وهو قد سمح به وقوى الأمنية سمحت به، وبعد ذلك يعني تداول الناس يعني خبر إقالة ما يسمى بقائد قوات حفظ النظام، يعني تحميل مسؤولية ما حصل أو لذر الرماد في العيون. القضية لا تتعلق بهذا الموضوع، القضية تتعلق بالميليشيات، القضية تتعلق بأن لا دولة في العراق، لا هيبة للدولة ولا هيبة للحكومة، لا توجد دولة لكن لا هيبة للحكومة ولا لسلطتها، وكل أجهزتها تخاف الميليشيات وتتعاون معها وتتواطأ معها، فبالتالي نحن دولة ميليشيات، والميليشيات هي المتصرف الأول والأخير في شؤون العراق، وهي من تأتيها الأوامر من الخارج وأجنداتها خارجية ورسائلها دائما واضحة، ومنها هذه الرسالة أن لا قوة تعلو فوق قوة الميليشيات، وأن الميليشيات هي الحاكم الفعلي للعراق. هذا نص الرسالة التي قالتها الميليشيات وتقولها في كل الأحداث في كل الجرائم التي ترتكبها. لم يبقى لي إلا أن أودعكم، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.